فقال لي كريم تفتكر الزمالك دون زيزو ممكن يبقى عامل ازاي؟ يعني لو زيزو لا قدر الله ربنا يا رب يحميه وما يبقاش فيه اي اصابات، لو موقوف، لو في اي حاجه، الزمالك مع زيزو، زيزو عنده كل الحلول، هو اللي بيعمل اسيستات، هو اللي بيعمل، هو اللي بيسجل الاهداف، هو اللي بيعمل كل شيء في النواحي الهجوميه. بدون زيزو الزمالك هيبقى يبان عنده مشاكل. طيب خلينا نقول ان في طبيعه الحياه في حاجه اسمها الايكو سيستم، ان دايما اي غياب اي عنصر من عناصر الطبيعه بياخد وقت على ما تقدر الكومبينيشن ترجع تظبط تاني وتعوضه. اللي بيقدمه لزيزو للزمالك سواء كمجهود بدني سواء كفاعليه، احنا تقريبا بنتكلم ما لا يقل عن تلت اهداف الزمالك ان لم يكن نصهم، ان لم يكن اكتر، زيزو حاضر يا اما بالتسجيل يا اما بالصناعه. الزمالك لو فقد زيزو ففقد الفاعليه، فقد عرضياته، فقد مراوغاته على طرف الملعب، فقد اختراقاته من عمق الملعب، فقد اجادته في ضربات الجزاء، فقد حاجات كتير جدا. فالزمالك هيعاني لو فقد زيزو بدون ادنى شك، لان زيزو زي ما قلنا هو لاعب يمتلك فاعليه. تفتكر يا اسلام، يعني كنت موجود قبل كده السنه اللي فاتت وكان لسه زيزو ما بداش يوصل للبيك بتاعه اللي كل الناس بتشيد بيه حاليا، وكنت قلت ان زيزو قد يكون هو افضل لاعب داخل قاره افريقيا، وكان في ديبيت واختلاف كتير وقتها على الجمله دي. لكن مع الوقت والفعاليه اللي قدمها زيزو مع نهايه السيزون، راجل كان في كل مباراه يا اما بيسجل يا اما بيصنع، يا اما بيسجل يا اما بيصنع. وفي النهايه الكوره مع كل الخواص الفنيه احنا بنتكلم عنها، مع كل المهارات، في النهايه الكوره بتتلعب عشان تجيب لي جوان، واللاعب اللي بيعرف يجيب لك جون او يصنع لك جون وهو كمان مش مهاجم، دي قيمه عظيمه جدا بيقدمها زيزو لسكواد الزمالك. فاعتقد ان الزمالك جاست زيزو غاب، لا الزمالك هيعاني، لكن زي ما قلنا الايكو سيستم دايما مش بيعطل، الايكو سيستم بياخد وقت عشان في النهايه يقدر ان هو يعوض الغياب اللي حصل، بس ده بياخد وقت كبير. انا كان ردي ومش عارف تشاركني فيه ولا لا، انه ميسي في العصر الذهبي بتاع برشلونه وكان غاب على برشلونه اكيد برشلونه هيتاثر، بس مش الفرقه مش هتقع. كريستيانو رونالدو اتقال انه ريال مدريد هيتاثر لما هيمشي كريستيانو رونالدو منه، ولم يتاثر بالعكس كان افضل كمان. هل انت شايف انه في حاله غياب زيزو ممكن الزمالك يتأثر؟ مليون في المية هتأثر. لكن التأثر ده الغياب قد ايه ويتأثر ازاي؟ مليون في المية. مفيش لعيب كرة بيعمل كل حاجة لوحده، لكن في لعيب كرة مؤثر ومؤثر جدا. زيزو لعيب كرة مؤثر ومؤثر جدا مع الزمالك، وفي الكرة المصرية على مدار اخر سنتين ادينا شايفين الراجل اسهاماته النهاردة هو واصل لخمس اهداف وستة اسيست، فبيقرب تاني ان هو ينافس على يعني صدارة هدافين الدوري. معدل اكتر من هدف في المباراة الواحدة سواء اسيست او بالظبط، يعني هو بيساهم، معدل رائع، بيساهم، معدل ما بيعملوش لاعب في الكرة المصرية. يعني هو مساهمته مباشرة، مساهمته مهمة. انت بتشوف حاجة، انا يعني بره فنيات زيزو انا بيعجبني فكرة ان هو لعيب جاد جدا، لعيب مركز قوي، خلي باله على جسمه، خلي باله على شكله في الملعب، طول الوقت اجريسيف على الجون، بيحاول، ما عندوش الحته بتاعت الشو. وانا يعني بص انا بحس ان هو لعيب منضبط ذهنيا ونفسيا وسلوكيا قبل الكوره، ودي بتفرق جدا 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 في نجاحه اللي في الكوره، ان دماغ زيزو بره الملعب احلى من دماغ زيزو جوه الملعب. انا دي وجهه نظري. وفي نقطه مهمه اتفضل، انه ده يعني مش عايز ابالغ، بس هو يعني غالبا هو كده، عشان بس مش عايز اوقع حد، بس مفيش لعيب في الكره المصريه بيحافظ او بيدي استمراريه لمستواه خمس ست ماتشات ورا بعض. هو ممكن يدي الخمس ست ماتشات ورا بعض دي، وحتى لو قل في السبعه ممكن يقل لسته من عشره، بس مش هيوصل لثلاثه من عشره. فهو الوحيد اللي عنده السنه دي، وانا اعتقد دي حاجه بتقرب كل المدربين اللي في الدوري المصري، ان هو يجي يقول لك ايه، انا عندي لعيب كويس صح، بس هو بيديني ماتش وبعد كده يقع مني ماتشين وبعد كده يرجع تاني، انت ما تعرفش. مش بس فكره الوقوع يا كريم، يعني زيزو حتى وهو واقع هو بيخرج من الماتش في النهايه، ممكن تلاقيه عمل اسيست او جاب جول، او عمل اسيست وجاب جول في المباراه اللي هو واقع فيها. يعني اللي هو الماكسيمم، الماكسيمم اللي بيديه لك اي لاعب في الطبيعي، زيزو وهو واقع ممكن يديه لك وهو مش في فورمته الفنيه. دي حاجه مهمه جدا، فكره الفاعليه. انت النهارده قلت ايه؟ صالح جمعه مهم بس في الملعب عشان بيدي كرات ثابته، بيدي تمريرات، وفي الاخر مفيش انتاج. بس يعني هو زيزو بيدي انتاج حتى لو هو مش كويس، حتى لو هو بيلعب على الورق. عشان كده بقول لك دماغه بره احسن من دماغه جوه. صح. زيزو لعيب احنا عرفناه، هو لعيب صاحب زي ما بيقولوا صاحب دايمنشن وحيد، او صاحب حته واحده، جناح ناحيه اليمين هيعدي ويرفع عرضيات. فزيزو مع اخر الموسم لقيته بيلعب بلاي ميكر، وزيزو بقى يلعب جناح شمال، وازيزو فيريرا بيستخدمه في 3 5 2 كمهاجم تاني، لا زيزو بيلعب جناح ناحيه الشمال، زيزو هيخش يلعب في نص الملعب في الماتشات اللي الزمالك. فكره اصلا انا وجهه نظري يعني اللعيب اللي بيتقبل يا نجم ناحيه اليمين ما تنقلنيش بقى من مكاني. ففكره ان انت هتقول لي العب في اي حته هلعب وهتالق واعمل الماكسيمم وتقبل كلام المدرب، فتلاقي زيزو النهارده بيخش في قلب الملعب يستلم الكره ويعدي ويرقص ويشوط. الراجل بيعمل الادوار يا كريم والتكليفات اللي بياخدها من المدرب، وانا بشتغل ايا كان المكان والطريقه. ودي نقطه مهمه جدا لاي لعيب بروفيشنال محترف، ان المدرب هيحطك يمين هتشتغل يمين، هتشتغل كويس جدا، هتروح شمال هتشتغل بنفس الطريقه بنفس الكونسيستنسي بنفس الاصرار. فدي ميزه كبيره جدا. الحاجه الوحيده اللي عند زيزو فيها باد لك، باد لك ان محمد صلاح في منتخب مصر
بيلعب في الجبهه دي وعنده الناحيه الثانيه تريزيجيه عمر مرموش، فهو عنده منافسه صعبه. ولكن مع فيتوريا شفناه في مركز 8 ناحيه اليمين، هو ده المكان اللي تلاقي زيزو عنده بادلك فيه. غير كده هو ما شاء الله عليه مع كل الفعاليه اللي موجوده عند زيزو. كمان في شيء انا بشوفه اندر ريتد جدا او مش واخد حقه في الاشاده، قدرته على استلام الكره في مواقف صعبه. انا يعني دايما بشوف يعني كره الهدف اللي احنا شفناه النهارده واستلامه في الهدف الثالث، في كره في الشوط الثاني استلمها على كتفه الكره جايه من فوق في السماء بعيد جدا، اوقات كتير بيتحاول يروض الكره على الارض تهرب منه تاخد خطوتين، يعني اللاعب اللي الكره بتنط قدامه مرتين ده بنقول روض الكره كويس. الراجل بيستلم الكره خلاص حطها قدامه. فانا شوف الحته دي مهمه جدا، وقد تبدو بيزك ان المفروض اي لاعب كوره يرود اي كوره مهما كانت، بس الحاجات دي بالظبط في الدوري المصري مش بنشوفها كتير. ممكن اضيف بقى بما انك نقول اللي في نفسنا، يعني هو ميزته كمان ان هو لاعب في الملعب مش شخص حتى، يعني اكيد هو شخص كويس، ان هو لاعب في الملعب متواضع. انا متواضع، انا مش نجم، انا كده كده هتمرمط في الملعب، انا كده كده هلعب، انا كده كده هبقى جد جدا زي ما انت قلت. ما عندوش حته انه خلاص يا جماعه انا كده كده زيزو فالعب النهارده وحش العب حلو هستلمها بحواجبي اعملها اللي انا عايزه براحتي، لا هو متواضع جدا وملتزم جدا. صح، انا معاك 100%، ودي نقطه مهمه. فكره اللي انا بقع وبحتك وبتخبط وبعمل وما عنديش مشكله، ما بكشش رجلي في وقت معين. ايوه، في لعيبه بتوصل للليفل ده. واللي مساعده كمان يعني كمان من اكتر من مره في تصريحاته ان هو عايز زي ما بنقول يعبي ارقام. لا لا، عايز يعبي ارقام كمان، يعني هو عايز يعمل ارقام. هو عايز يعمل ارقام كتير، يعني انا عايز ابقى هداف الدوري، انا عايز كل ماتش اطلع جايب جونين واسيست. هو عقليته بيفكر في النقطه دي. ودايما كنا بنشوف دايما الكابتن حازم امام كان بيتكلم ويقول ان انا زعلان كنت اقدر اجيب جون اكتر من كده دايما. وبينصح اللعيبه يقول لهم وانت في الملعب اهتم بالجزء ده. فانا دايما عجبني زيزو النقطه دي، ان هو كشخص كفرد عايز دايما يجيب اجوان، وده في النهايه بيعود لصالح الفريق.